مساء الخير، البوصله حلقه الاثنين. امبارح على عجاله قلنا الثلاث نقط، وانا النهارده هكون على عجاله اكتر، لانه انا بس عايز ابين على الاقل اللي عايز يشوف الامور على حقيقتها في نظري، انه الكلام البراق له معاني تانية في كلامنا وكلامهم عادي يعني، لكن انا بتكلم على البيان الختامي لاني مهتم جدا. زي ما قلت لكم من امبارح هناخد حصه تاريخ هايله الاسبوع ده، وهتشوفوا حاجه كده كنز من الكنوز انا جايبه لكم، يعني على مساله، عشان نقفل المساله خالص ونرجع لسياقنا الطبيعي، تجديد الفكر الحقيقي واللي بنقدمه يعني، والتنوير الحقيقي. فعايز اكمل بس النقاط واحاول ما اللي في البيان 29. طبعا احنا قلنا امبارح ان النقطه الثالثه اللي هي ايه، الازهر لن يجدد، هو رايه كده، وسيغلق عليه ابوابه، اللي هو الراسخون في العلم بس هم اللي عندنا، وانتوا لا، وما خليكم انتوا في حالكم لان هتبوظوا الدنيا. وانا شرحت لكم امبارح شرح مستفيض في النقطه دي سريعا، مش سريعا انه يخل بالمعنى، لكن في حاجات كده مضيئه جدا عايزه تتناقش فيها. خلاص، اربعه في ال 29 نقطه، بس انا هقوله بسرعه. الطائرات المتطرفه وجماعات العنف الارهابيه، اسمعوا كل السطر ده، الطائرات المتطرفه وجماعات العنف الارهابيه، الاثنين دول يشتركون جميعا في رفض التجديد. البيان اللي بيقول هم اللي بيرفضوا التجديد، الطائرات المتطرفه وجماعات العنف الارهابيه، ده البيان اللي بيقول. طب والله كويس ان البيان قال كده، تمام. ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم، بصوا بقى بسرعه كده، وتزييف المصطلحات الشرعيه مش الفقهيه، مثل مفهومي مع نظام الحكم. واحد، طيب مين اللي كتب مفهوم نظام الحكم على انه جزء من الدين؟ مين اللي عمل كده في الشيخ علي عبد الرازق لما كان من الازهر نفسه قال لهم الاسلام ما فيهوش نظام حكم اسمه الخلافه؟ مين اللي عمل مؤتمر سنه 1925؟ الازهر نفسه 1925، عشان بيقول فيه ان الدين ضاع، الدين يضيع بعد نهايه الدوله العثمانيه او الخلافه العثمانيه. يعني الجماعات المتطرفه فاهمه الفهم اللي اتفهم 13 قرن، طب بتلوم عليهم في ايه؟ يبقى الحل الوحيد في كل المصطلحات اللي هتتقال في السطرين الجايين دول مواجهه التراث اللي هو مذهبنا. واجه اساسات التراث اللي انتجت كل الافكار دي على انها جزء من الدين. لكن تيجي البناء كله متماسك وعلى اخر سطح تحط لون جديد على انه ينضوي على البناء كله، هيفضل البناء بلون وظاهر، السطح اللي حطيته ده مش هيعمل اي حاجه. فالجماعات المتطرفه دلوقتي فاهمه فهم من عزلوا الشيخ علي عبد الرازق من مكانه في الازهر سنه 1925، ولا انا فاهم غلط؟ لماذا عزل الشيخ علي عبد الرازق العظيم المتنور اللي درس في اوكسفورد من العالميه ورفضوه من هيئه كبار العلماء؟ عشان قال الكلمة دي، إن الإسلام ليس فيه نظاما للحكم. مش ده صح برضو ولا التاريخ بيكذب؟ يبقى الجماعات المتطرفة فاهمة الفهم بتاع الأزهريين من 100 سنة. فليه؟ لأن ورا الفهم ده 1000 سنة و1300 سنة بتقول كده، الخلافة جزء من الدين. ها؟ وإن أي نظام حكم تاني غير ده هو حكم بغير ما أنزل الله. ده بس مثلا، ده فهم الجماعات المتطرفه اللي هو بيقول عليه البيان، يعني انا بكلم البيان ماشي. ركز بقى مع اللي جايين، والحاكميه والهجره والجهاد والقتال والموقف من مخالفيهم، كل ده موجود في كتب التراث. ليس، افهموني في الكلمه دي، ليس كانه رايا يترك او يؤخذ، دي ثوابت كتب التراث. لو اتكلمت عن الحاكميه، تعال اقول لك فهم التراثيين جامعهم، وطبعا على راسهم ابن تيميه، لفهمهم لفكره ارض الاسلام وارض الحرب، لفهم الكافر ان كل من ادان بغير الاودان بغير الاسلام فهو كافر، وده بيتقال النهارده في المؤسسه الرسميه انه كافر بس لا اقتله، لكن كافر بيتقال. مفيش ادنى مراجعه للماضي انه ايه اللي ضم ايات اهل الكتاب مع الكفار في الكفر، إيه اللي خلى أهل الكتاب بعد وفاة الرسول يوصفوا بالكفر رغم أنه في حياته لم القرآن لم يصفهم بالكفر ولا هو سيدنا محمد
سيدنا محمد استقبل وفد من نصارى نجران صلوا في المسجد، صلوا صلاتهم في المسجد النبوي. لو هم كفار هيسيب الكفار يصلوا في المسجد؟ ده غير الأدلة اللي أنا قلتها في كل الآيات والحاجات الكبيرة، أنا بكلمكم عن دليل بسيط. مين اللي عمل كده؟ لكن هل في مواجهة للتراث أن أقول تعالى نراجع ورا كلامهم أن الآخر ده مش كافر، ده أهل كتاب، القرآن بيقول لي كده، لكن في أي مراجعة؟ لكن أنا أقول لك إيه، الحاكمية مش حلوة. مش حلوة ليه؟ ده أنت سايب 1400 سنة كلهم نفس الكتب ونفس الكلام إجماع، هيجي دلوقتي الجماعات المتطرفة تسيب ده كله وتسمع كلامك؟ ولا هو بس كلام تبرئة الذمة بس ماشي. والهجرة والجهاد والقتال فين موجودين؟ في كل الكتب، بل مش هقول لك آراء فقهية، ده في الكتب الحديث الصحيح. وأنا قلت لكم الأسبوع اللي فات من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، هقول لك أصل الغزو وقصده أمرت أن أقاتل الناس، أصل مش كل الناس، مش جوع على رزق تحت عد السيف، أصل الحديث مش قوي. يا عمي بطل يعني مش معقولة يا جماعة، فين الحق؟ فين الحق؟ لكن هيفضل الالتفافات دي طالما مش قادرين نقول الحديث ده غلط والحديث ده غلط والحديث ده غلط، ولو صح عند البخاري ومسلم أنهم على وجه الصحة، ذلك ظنهم، كلام علمي لطيف خالص. لكن ازاي نيجي جنب الأواعي؟ احنا نضيع الدين كله عادي، ودي تبقى صورته، مش بس صورته، تطبيقه بقى له 1400 سنة بنغزو ونسبي ونقتل، والإسلام قال لنا كده، ربنا أمرنا بكده. يا لها من سمعة جميلة للإسلام. والظلم الأكبر للإسلام مش المجتمعات اللي اتبهدلت البهدلة دي كلها، ولا مجتمعاتنا الحالية، ولا الإرهاب في العالم، الظلم الحقيقي لهذا الدين المضيء جدا. لكن الإسلام اختفى ورا كتب الفقهاء، ورا كتب الحديث، ورا كتب التفسير، اختفى. يعني عايزين نشوفه بس الأصلي اللي احنا بنوريه بقى للناس، ومش وممنوع عليك تمد ايدك وتجيبه، يعني تقول له طب انا معلش حضرتك شويه دول وانا هجيب القران كده، والنهارده نعمل مجامع جديده ونفهم نقراه بعظمته بفهمه بقيمه. لكن لما انا اقول لك علم الناسخ والمنسوخ الاسبوع اللي فات بتدرس في الازهر، كل كليات الدين الشريعه بتدرسه، ان ايه واحده اسمها السيف أو اتنين أو تلاتة، يعني تلات آيات يلغوا كل آيات السماحة في القرآن، ده النص اللي بيدرسوه الناس اللي عندك. طب هيطلعوا إيه؟ هيطلعوا إيه؟ وإزاي أجي النهاردة أقول لهم انسوا كل ده أو مش انسوه، خلوه بس إحنا هنقول كلام تاني النهاردة، ما هو الكلام مش هيتسمع، زي الكلام ده كده بالظبط. خلاص؟ والجهاد والقتال كله في الكتب القديمة بالنص. الغزو والقتال ولازم وما، ولو الإمام ما عملوش إحنا نعمل، مكتوب كده. وأنا ياما جبت. خلاص هنعدي بقى خلاص، او خمسه بسرعه كده، من اسس الخلل الفكريه عند هذه الجامعات تسويه بين الاحكام العقديه والاحكام العلميه كاعتبار فعل المعاصي كفرا واعتبار طيب هو مين بعيد عن الجامعات المتطرفه، مين اللي قال في اسباب الرده المسلم اللي هو بيقول لا اله الا الله ثم اعتبروه مرتدا، مين اللي قال في المذاهب الاربعه انه لمجرد انه ترك صلاه كسلا؟ مش ده برضه تكفير للناس؟ وده في المذاهب الطبيعيه اهو، واحد ساب صلاه بيقول هي فرض، انا عارف انها فرض، بس انا كسلان، انا وحش، انا مذنب، انا بهتم بالتلفزيون وبنسى الصلاه. ده لو ما تابش عن كلمته دي يقتل بعد 3 ايام كفرا، انه ارتد عن الاسلام. مين كده اللي جعل المعاصي كفر؟ الجماعات المتطرفه ولا التراث؟ ستة، المراد بالحاكمية عند الجماعة المتطرفة أن الحكم لا يكون إلا لله لأنه لا ينازع الله في خص خصيصة. شوية كلام عن الحاكمية اللي هي كلها موجودة بنص وبإجماع الفقهاء، اللي هو ما ينفعش نقول له كلمة دلوقتي ونسيب 1400 سنة، لازم نواجه 1400 سنة، وفي النهاية ده هيلف ويرجع لنا احنا، ده مذهبنا احنا، مواجهة التراث سهلة. التكفير فتنة ابتليت بها المجتمعات قديما وحديثا، ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الكفر الغير بالكفر قد يرتد على قائله فيبوء. تمام، بس أنا ما ينفعش أقول قدامي كافر، طبعا طبعا رب الرسول قال فقد باء بها أحدهم، بس ينفع أفضل أقول له أنت زنديق وبتهدم ثوابت الدين وكده، فأنا بقربه من معنى الكفر بس بسيبه، أنا ما قلتلوش كافر. ده كمان مش حرام يا جماعة اللي عند اللي كتبوا البيان؟
كانش غلط ده. كل تاريخ التنوير ما تقالش عليهم نفس الألفاظ دون الكفر. أنا بسيبه بقى ليه هو وحظه. أنا أقول عليه بيهدم ثوابت الدين وزنديق وعدو للإسلام ومتربص به، متربص به دخلت في قلبه وعدو للدين وبتاع، بس ما قلتش عليه كافر. أنا ما أقولش كافر، أنا أقول كل الحاجات اللي تخليه عند كل الناس كافر، وبعدين أسيبهم بقى للتفاعل الكيميائي ده. جميل قوي، فكرة والله، فكرة يعني، أسلوب برضو وماشي مع كويس، بقاله حوالي 100 وحاجة سنة اتقال كده على محمد عبده وعلي عبد الرازق وطه حسين ومحمود أبو ريا ونصر حامد وفرج فودة وناس تانية أنا عارفهم كويس، كل حاجة، بس ما تقالش كافر، لا لا لا. وعلى فكرة في يعني، يلا مش عايز أفتح الكلام، بس احنا ما بنكفرش الناس، بس نقول عليهم بيهدموا ثوابت الدين وأعداء للأمة وأعداء للإسلام ومتربصين بيه. طب ناقص إيه؟ لا ما قلتش كافاء راء. لا تمام، ده مذهب برضو. المهم، اللي أشاع التكفير مين؟ اللي خلى كل واحد فاكر نفسه إنه يصحى الصبح يكتب على كيبورد ولا يعمل بيان يقول ده مرتد وده كافر، مين؟ سؤال يعني. 8 ما ينادون به من هجرة الأوطان، سيبكم من دي، لا هجرة بتاعت الفتى دي ما حدش بينادي بيها خالص، مش عارف يعني. خلاص؟ بعدين 9 الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار، يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان وتحترم تعاليمها، وكلام عن الإلحاد. 10 الجهاد في سبيل الجهاد في الإسلام، بصوا دي بصوا دي بصوا دي، الجهاد في الإسلام ليس مرادفا للقتال، وإنما القتال الذي مارسه الرسول وأصحابه هو نوع من أنواعه، وهو لدفع عدوان المعتدين على المسلمين، وليس لقتل المخالفين في الدين كما يزعم المتطرفون. والحكم الشرعي الثابت في الإسلام هو حرمة التعرض للمخالفين في الدين وحرمة قتالهم ما لم يقاتلوا المسلمين. السؤال، اشرح علل جهاد الطلب اللي موجود إجماعا، وأنا شرحته الأسبوع اللي فات. لو الجهاد لدفع الاعتداء على المسلمين، جهاد الطلب ما معناه؟ اللي هم مفسرين معناه، بلاش بقى الالتفافات، هم بيقولوا هو دخول البلاد عنوة بلا سبب ولا تحرش منهم ولا مضايقة ولا أي شيء. لماذا يا عم الشيخ؟ لنشر الإسلام وتخييرهم بين الجزية والقتل والإسلام. بل إن النص اللي أنا قريته الأسبوع اللي فات بتاع الفقه الشافعي بيقول لهم، والفقه الحنفي بيقول لهم، في كل عام مرة، لأن الجزية يعني مطلوبة في كل عام مرة، يعني عايزين فلوس، بدل ما في الفلوس قلة شوية احنا نخش على الناس دي، يا إما يتقتلوا يا إما يدفعوا الفلوس، فهيدفعوا الفلوس يبقى خدنا فلوس. ده جميل قوي، فين بقى قتل المعتدين؟ لكن مين بقى يواجه؟ لا احنا نسيب الكتب زي ما هي كده بتقول بقالها 14 قرن على خلاف القرآن طبعا، ان الجهاد في الإسلام جهادين، جهاد دفع وجهاد طلب. انا اللي من عايز كده من غير سبب، ولو حد قال اي سبب تاني لجهاد الطلب هارجع تاني اجيب الكتب، ما احنا مش فاضيين بقى، الكتب الموضوع منتهي. لكن هل حد دلوقتي هيواجه التراث يقول كل الذي قيل؟ بص بقى الكلام، عشان هو ما يقدرش يدين ال 13 قرن، مع انهم مدانين بانهم خالفوا القرآن، لان القرآن عندي يعلو ولا يعلى عليه، وسمعة الإسلام وقيمه. فحد يقدر بقى يقول اللي احنا بنقوله بقى، عشان احنا عندنا الجراءة لله مش على الله، ان هو يقول ايه بقى؟ يقول كل ما تم ارتكابه بناء على احكام الفقهية سميت بجهاد الطلب كان خطأ، اجتهادا خاطئا منهم سامحهم الله. حلوة الصيغة دي، لكن عمره حد يقولها غيرنا احنا بس. اطلع فاصل ده وارجع لكم.